يا أهلا وسهلا، هنعمل مع بعض النهاردة أحلى طبق فراخ بالكريمة والمشروم ممكن تاكلوه. طريقته سهلة جدا ومقاديره بسيطة، بس حقيقي ريحته وطعمه في حتة تانية خالص. أتمنى ما تنسوش الاشتراك في قناتنا وتفعلوا زر الجرس علشان توصل لكم فيديوهاتنا باستمرار. يلا بينا نجهز مقاديرنا ونبتدي. بسم الله وعلى بركة الله. يلا بينا نجهز المقادير سوا ونبتدي مع بعض. الاول نحضر تتبيلة الفراخ، وما تقلقوش زي ما تعودنا هتلاقوني كاتبالكو كل المقادير تاني في صندوق الوصف تحت الفيديو. هحتاج هنا نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعاهم هحط معلقة صغيرة من الاوريجانو والريحان المجفف والبابريكا. هخلطهم مع بعض كويس، وبعدين هحط عليهم قطع الفراخ. انا استعملت هنا نص كيلو من الفراخ، استعملت قطع مخلية من غير العظم ولا جلد. عايزة تستعملي الصدور او الافخاد زي ما تحبي، كله بيمشي في الوصفة دي. هقلبهم دلوقتي كويس مع التتبيلة دي، وهغطيهم بنايلون التغليف، وهدخلها التلاجة واسيبها ساعة على الاقل. لو بتشتغلي وحابة ان انت تجهزيها من بالليل وتسيبي الفراخ في التلاجة مفيش اي مشكلة. دلوقتي بقى في طاسة على النار هحط معلقة كبيرة من الزبدة، واول ما تسيح هنزل عليها قطع الفراخ اللي احنا متبلينها، وعلى نار عالية هقلب الفراخ تقليبة سريعة، وبعدين هغطيها واسيبها تستوي. وزي ما شايفين مع بعض الفراخ هنا هتنزل المية بتاعتها، هقلبها دلوقتي واسيبها تكمل سواها في ميتها لحد ما الاقي المية بتاعت الفراخ نشفت والفراخ استوت. هطلع دلوقتي قطع الفراخ وهسيبها في طبق على جنب، وفي نفس الطاسة مكان الفراخ هحط معلقة كبيرة تاني من الزبدة، وبس تسيح عندي الزبدة هنزل عليها بصلة واحدة مفرومة، وهقلب البصل، واول ما ريحته تطلع هبتدي افرم عليه من فصين لثلاثة من الثوم، وهقلبهم كويس مع بعض. هغطيهم بس دقيقتين لحد ما البصل يدبل، وبعد كده هنزل عليه في الفلاية واحدة خضراء انا قطعتها قطع كبيرة علشان عايزاها تكون باينة عندي وقت التقديم، وهحط عليهم 7 حبات من المشروم الطازة انا قطعتهم شرايح، وهقلب كل ده مع بعضه على نار متوسطة. هرش عليهم دلوقتي رشة من الفلفل الاسود، ودي حاجة اختيارية براحتك لو عايزة تستبعديه، وهزود عليهم نص كوباية من الشوربة، وتقليبة سريعة كده، وهحط معاهم معلقة كبيرة من المستردة، واخر حاجة هحطها هي كريمة الطبخ. انا حطيت هنا عبوة 200 ملي، هقلبهم كويس مع بعض. اول ما الكريمة تسخن وقبل ما تغلي هنزل عليها قطع الفراخ اللي احنا سويناها في الاول، وهقلبهم كويس قوي واغطيهم على نار هادية. انا عايزة الكريمة بس تاخد غلوة واحدة مع الفراخ. شايفين هنا لون الكريمة اتغير ازاي؟ ده من البهارات اللي موجودة عندي على قطع الفراخ. حقيقي يا ريت كان ينفع تشموا ريحتها، ريحتها تحفة وطعمها حلو جدا. بعد ما غرفتها في الطبق حطيت على وشها رشة من البابريكا وكام ورقة كده من الزعتر الأخضر. جربوها وحقيقي مش هتندموا، وطبعا ما تنسوش تشاركوها مع حبايبكم بالهنا والشفا.